ملعوبة الكرة إلى علي عدنان، تلعب كرة علي عدنان، نقلة هنا أمامنا، عايد الكرة من جاستن عزيز، جاستن عزيز بتمريرة للمنتصف، سعد الأمير يلعب الكرة في الأمام، سعد الأمير كرة للأمام، محاولة ملعوبة والكرة على حدود منطقة الجزاء، محاولة جاستن، عنوان المباراة حتى الآن بتألق رائع، هنا الكرة ملعوبة العرضية والرأسية.